الأزهر ده حاجة عظيمة جدا، بس أهل مصر يعرفوا قدره. أما قلبك ما بيعتقدش في الأسباب، إنما يعتقد في رب الأسباب. قاعد ومش فاهم ومش هيقول لي مش فاهم، النبي هيزعل مني. بس اديني قلت لكم ثم بعد ذلك انتقل للكلام على تعريف المباح، وهو حكم من الأحكام الشرعية التكليفية. قال: والمباح لغة، مر بنا الكلام على إعراب لغة، وقلنا بأنه يجوز أن يكون حالا وأن يكون تمييزا وأن يكون منصوبا على نزع الخافض الموسع فيه. مباح يعني أنه توسع فيه، لم يضيق على الإنسان. أقول لك ها أقول هذا الرجل يعيش عيشة مباحة، يعني عيشة موسعة، ولم يضيق عليه رزقه، وإنما أعطاه الله من الأصناف ووسع عليه. واصطلاحا عطفا على لغة، اصطلاحا من حيث وصف هذا الفعل بالإباحة، لا من حيث الكلام على حقيقة هذا الفعل، وإنما من حيث وصفه بالإباحة. يبقى لا نتكلم على الشيء باعتبار ذاته، وإنما نتكلم على الشيء باعتبار أنه موصوف بالإباحة، أن الخطاب تعلق به على جهة الإباحة. ما قلنا بأن ما هنا بمعنى فعل لا يثاب على فعله أي وتركه. يبقى الفعل والترك سيان، لا يثاب على الفعل ولا يثاب أيضا على الترك، ولا يعاقب على تركه أيضا وعلى فعله، فقد حذف من الثاني ما يدل عليه الأول، وحذف من الأول ما يدل عليه الثاني. يبقى في الأول قال إيش؟ لا يثاب على فعله ها؟ ولا تركه، لكنه حذفها لأنه سيذكر الترك بعد ذلك، ثم قال ولا يعاقب على تركه، ولم يقل وفعله، لأنه قد ذكر الفعل قبل ذلك، فقد حذف من كل ما يدل عليه الآخر فيما يعرف بالاحتباك. طيب قال لا يثاب، عرفنا ما هو الثواب وما هو العقاب في مرات متتالية. قال لا يثاب على فعله وتركه، ولا يعاقب على فعله ولا تركه، يعني لا يتعلق بفعله ولا تركه ثواب ولا عقاب. قال خرج به، يعني بقوله لا يثاب على فعله وتركه الواجب، لأن الواجب إنما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ها إنما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. يبقى هنا تعلق الثواب بالفعل ولا يعاقب على تركه وفعله، مراده أنه يعني مقصوده حتى يدفع به هذا الاعتراض يعني. قال ومراده أنه لا يتعلق بكل من فعله وتركه ثواب ولا عقاب، واضحة جدا. فالأولى أن يقال في رسمه، الأولى لماذا؟ قال لأن التعريف السابق ده عليه بعض الإيرادات، عليه بعض الاعتراضات، لأنه حتى وإن كان هذا مراده إلا أن المراد لا يدفع الإيراد، ده هو يقصد لا، في دائرة التعريف لابد أن يأتي بعبارة
واضحة صريحة، ولا يعتمد على الحذف لدلالة الإثبات ولا على الإثبات لدلالة الحذف. ينفعش التعريف دي بترسم ماهية الأشياء، التعريف دي بمثابة الأمور الكلية ينبغي عليه أن ينص عليها. فالأولى والأفضل أن يقال في رسمه، أي في تعريفه بطريق الرسم، يعني في التعريف بالعرضيات لا بالذاتيات. وعرفنا قبل ذلك ما الفرق بين العرضيات والذاتيات، هو ما استوى، ما يعني فعل بالمعنى الشامل لفعل اللسان ولفعل القلب ولفعل الجوارح. ما استوى، استوى يعني سوى الشارع بين طرفيه، سوى بين طرفيه بمعنى ايش؟ بمعنى انه اذا ترك لا يثاب ولا يعاقب، واذا فعل لا يثاب ولا يعاقب. فكما راينا ان التعريف الثاني بمعنى التعريف الاول، ما استوى طرفاه، استوى طرفاه في نظر الشرع. بمعنى ايه بقى استوى طرفاه في نظر الشرع؟ ما معنى هذا؟ يعني لا يتعلق بفعله ولا تركه ثواب ولا عقاب. فعلت لا ثواب لك ولا عقاب، تركت لا ثواب لك ولا عقاب، فقد سوى الشارع بين الطرفين في الثواب والعقاب. فإن رسم المصنف، انظر إلى هذا الكلام، فهذه الفاء إنما هي فاء التعليل، يعلل الأولوية. فكأن سائلا سأله وقال من أين أتيت بالأولوية في هذا التعريف؟ قال لأننا لو نظرنا، هذا معنى كلامه، عليك أن تنتبه إلى ما سأشرحه لك. كأنه يقول بأننا نظرنا إلى أصل التعريف بدون هذا المراد الذي نبهنا عليه، بمعنى إنه اقتصر على لا يثاب على فعله. طب ما هو المكروه أيضا لا يثاب على فعله، لأن الثواب على الترك، هب أنه ترك شيئا مكروها سيثاب على تركه أم لا؟ نعم سيثاب إذا ترك هذا قاصدا. طيب يبقى لا يثاب على فعله، يبقى المكروه إذا فعله لا يثاب، صح؟ لأن يندرج فيه الحرام والمكروه، وأيضا الحرام إذا فعله هو بيقول لك أهو لا يثاب على فعله، لأنه هو في الحرام هيعاقب على الفعل مش هيثاب، أو لأنه هنا لا يثاب ده نفى الثواب، لكن الحرام يعاقب على الفعل، لأن ترك الثواب مش معناه إثبات العقاب يا مشايخ. يبقى فالأول يندرج فيه الحرام والمكروه، لأن الحرام يصدق عليه أنه لا يثاب على فعله، لأن الحرام يعاقب على إيه؟ ها؟ على فعله ويثاب على تركه. فإن كل منهما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. ويرادف، هنا انتقل إلى كلام آخر، يعني بعد أن وجه أفضلية وأولوية تعريف الشارح على تعريف صاحب المتن، انتقل حتى يتكلم على المترادفات من أسماء المباح. قال ويرادف المباح الجائز والحلال والطلق، فهذه عبارات ثلاث بمعنى واحد، فما يسمى مباحا يسمى جائزا، وما يسمى مباحا يسمى حلالا، وما يسمى مباحا يسمى طلقا. ثم بعد ذلك انتقل إلى تعريف المحظور وقال والمحظور، المحظور
هو اسم من أسماء الحرام، اسم من أسماء الذنب، اسم من أسماء المعصية. قال: والمحظور لغة، قلنا قبل ذلك مرارا وتكرارا بأن لغة فيها عدة إعرابات، إما أن يكون حالا أو تمييزا أو منصوب على نزع الخافض. الممنوع منه: حذرتك من كذا، أي منعتك منه. ومنه سميت الحظيرة حظيرة، الحظيرة يعني المكان الذي تقطن فيه الدواب والمواشي، سموها حظيرة ليه؟ لأنها تمنع المواشي من الخروج، محددة بجهات معينة، قفص معين يمنع الحيوانات من الهروب ومن الخروج، فلذلك سميت الحظيرة حظيرة لما فيها من المنع. واصطلاحا من حيث وصفه بالحظر لا من حيث حقيقته، تكلمنا على هذه الجملة مرارا وتكرارا، وقلنا إننا نتكلم على الفعل لا من حيث ذاته، وإنما من حيث وصفه بالحظرية وبالحرمة وبالمعصية وبالوزرية، لأن قتل النفس فعل والسرقة فعل. لما نتكلم على قتل النفس وعلى السرقة هنتكلم على هذا الفعل من حيث وصف هذا الفعل بأنه حرام. السرقة التي هي أخذ المال من الغير على سبيل الخفاء من حرز مثله، نتكلم على هذا الفعل من حيث وصفه بأنه حرام ومعصية وذنب، لا من حيث حقيقة السرقة ولا من حيث حقيقة القتل. حقيقة القتل إزهاق الروح، حقيقة السرقة أخذ المال خفية من حرز مثله بلغ نصابا. دي السرقة اللي يقطع فيها، خلي بالك اليد. يعني احنا بنتكلم على هذا الفعل البشري من حيث تعلق الحكم الشرعي به، لا من حيث ماهية السرقة وحقيقة السرقة ولا من حيث ماهية القتل وحقيقة القتل. ما أي فعل، قلنا فعل بالمعنى الشامل. يعني إيش بالمعنى الشامل؟ يعني يشمل فعل اللسان وفعل القلب وفعل الجوارح. يثاب، عرفنا الثواب أكثر من مرة، فلا عودة ولا إعادة. ما يثاب على تركه، يعني إذا ترك السرقة، ترك السرقة أثيب على الترك، ولكن ينبغي أن يكون هذا الترك بداعي الامتثال. قدامه المال كده والحرز موجود، ولكن ولاحظ، ولكن كف نفسه عن السرقة امتثالا لأمر المولى سبحانه وتعالى، يبقى ده إيه؟ يثاب. مر بجوار الخمارة ولاحظ أنها خمرا، وترك دخول هذه الحانة وترك الشربة امتثالا لأمر المولى سبحانه وتعالى. غض بصره عن النظر إلى الحرام امتثالا لأمر المولى سبحانه وتعالى، أثيب على ذلك. يبقى الثواب يتعلق بالامتثال. طب افرض انه هو، هب انه سار بجوار المحل الذي يبيع الخمر ولم يعرفه ولم يلاحظه، يصدق عليه انه تركه، ولكنه ما تركه من اجل الامتثال، حيث انه لم يلاحظ ان هذا محلا لبيع الخمور. يبقى الامتثال شرط للثواب، ولذلك قال امتثالا على تركه امتثالا. ولاحظ أن امتثالا زادها الشارح من عنديات نفسه، وليست هي موضوعة، وليست هي موضوعة في المتن. في النسخة القديمة كان المحقق واضع امتثالا في صلب المتن،
لكننا نبهناه في النسخة الجديدة وقلنا له بأن الامتثال إنما هو من زيادات الشارح على إمام الحرمين صاحب المتن. أظن أنه في النسخة الجديدة يعني حذف هذا القوس الذي أدخل الامتثال، أليس كذلك؟ برضك هي يعني هو أغلق القوس على الامتثال. ماذا نصنع في هؤلاء؟ مش موجود في النسخ أصلا، وأنا نبهته عند تحقيق هذا الكتاب في المرة الثانية إلى أن هذا من زيادات الشارح وليس من النص وليس من المتن. ولكن ماذا نقول؟ قال امتثالا، قلنا قبل ذلك بأن امتثالا إنما هي من زيادات الشارح الرملي. قال ويثاب على تركه امتثالا، خرج به الواجب لأن الواجب يثاب على فعله لا على تركه، والمندوب لأن المندوب إنما يثاب على فعله لا على تركه، وخرج به المباح لأنه لا ثواب فيه، لا ثواب فيه على الترك، ويعاقب على فعله، خرج به المكروه لأن المكروه لا عقاب فيه على الترك. ثم عاد مرة ثانية، انظر بقى إلى قول الشارح بعد ذلك، وخرج بقولنا امتثالا، يدل على أن امتثالا خارج عن المتن، ولكن الإخوة المحققين ما بيقرؤوش الكتاب جيد. هو لما قرأ الكتاب المخطوط في 4 مخطوطات وجد أن المخطوطات كلها امتثالا موجودة في القوسين، لأنه أنت لو قرأت المخطوط ستجد أن المخطوط واضع المتن ما بين قوسين، أو كاتب المتن بالخط الأحمر بالمداد الأحمر المخالف، وجد أن كل النسخ امتثالا داخلة بالمداد الأحمر. طب ما هو ده خطأ وارد أصلا وحاصل من النساخ، والشارح نفسه بيقول لك وخرج بقولنا، قولنا يعني الشراح مش هو لوحده، بقولنا ده جملة الشراح هم اللي أضافوا هذا القيد. فده يدل يا مشايخ على إن امتثالا خارج عن المتن، أنت بقى صلح عند على تركه واقفل القوس، والقوس اللي بعد امتثالا هات قلم كوركتور أبيض. أتعرفون ما الكوركتور؟ لا، يعني قلم أبيض هكذا يأتي به الشخص عند الخط الأسود ويبيض به كأنه اختفى، كأنه غير موجود. من يعرفه يخبر من لا يعرفه عنه. هنا بقى حصل إشكال، إيه هو؟ قال له طيب إحنا دلوقتي بنقول ويعاقب على إيه؟ على فعله، يعني إذا فعل الحرام عوقب عليه، يقتضي هذا أن كل من فعل الحرام عوقب يوم القيامة على هذا الفعل، وهذا ينافي أن المولى سبحانه وتعالى يعفو يوم القيامة عمن اكتسب هذه الأفعال المحرمة. فإذا عفى الله عن فلان الفلاني والذي مثلا سرق ولم يعاقبه ولم يعذبه، حينئذ يكون في التعريف اختلال، لأنه يصدق عليه أنه لم يعاقب على فعله. فرضه جاء يوم القيامة وقد سرق ولم يعاقب بهذا، يبقى كده السرقة مش حرام، مع أن السرقة بالإجماع حرام، يبقى لابد حينئذ من خلل في التعريف، أو إما أن يجاب عن هذا الاعتراض. قال ويكفي في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة،
يعني مش الشرط في العقاب أن يحصل لكل فرد من أفراد المكلفين الذين اكتنفوا هذا الأمر المحرم، بل يكفي في حصول العقاب أن يوجد هذا العقاب لفرد واحد فقط، فلو وجد لفرد واحد صدق عليه أنه عوقب، يعني عفى المولى سبحانه وتعالى عن الكل إلا هذا الفرد فإنه عقب، يبقى أصدق على السرقة أنها إيه؟ عوقب على فعلها، ولا يشترط أن يعاقب كل سارق، بل يكفي أن يعاقب سارق واحد فقط حتى يكون التعريف صحيحا. ويكفي في صدق العقاب وجوده، أي وجود العقاب لواحد، أي لفرد واحد من أفراد المكلفين من العصاة، العصاة المخالفين للأمر مع العفو عن غيره، أو الغير ده مستحق للعقاب إلا أن المولى سبحانه وتعالى قد عفى عنه، أو يريد هذا توجيه آخر لهذا الاعتراض، أو يريد بقوله ويعاقب على فعله، أي أنه يترتب العقاب على الفعل. وقلنا مرارا وتكرارا بأن ترتب الشيء على الشيء أعم من ثبوت ذلك الشيء له. قلنا لك إن ذاكرت واجتهدت يترتب على ذلك نجاحك في الامتحان، يترتب على ذلك نجاحك في الامتحان، ولكن قد تذاكر ويحكم المولى سبحانه وتعالى عليك بألا تنجح، لأن احنا ما قلناش هينجح بالفعل، لا قلنا بأن مهيئ للنجاح، أن من ذاكر فمذاكرته تهيئه ترشحه، لكن لا يقتضي هذا أن يكون النجاح واقعا. من سرق ترتب على السرقة العقاب، الترتب قد يكون واقع بالفعل وقد لا يكون واقع، إلا أن من شأن السرقة أن يكون السارق معاقب يوم القيامة، وقد يختل العقاب لأمر قام بالمعاقب. طيب نكمل بعد العشاء ولا ها نكمل لغاية ما نقف عند تعريف المكروه؟ الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي علت والدار كده من ملها، صلى الفجر ولفف مصر وحواليها، الله الله على الأزهر، الله 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 أكبر، أم الدنيا كمن وأكتر، لو قلت وصفها أنا مش حنصفها وكفيها، الله الله.